ايوه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الاخوه الاعزاء، انا متواجد في سوبر ماركت كبير او سوبر ماركت بمدينه منستر بالمانيا، وانا ساكن في المانيا 25 سنه. حبيت ان نعلق على الاخ اللي حط الفيديو، قال لك هذه البطاطا يبيعوها الناس بالتراب عند اليهود ولا الكفار وما داروهاش. اي تبعوني ونشوف. صح، شوفوا الاخوه انواع البطاطا اللي عندنا في المانيا. كل نوع وعنده كما نقولوا حنايا البري تاعه او السعر تاعه. الكيلو بأورو 80، يعني قريب 40,000. صح، انواع عندك البطاطا، عندك البطاطا. الان المفاجأة، شوفوا الاخوة، هاي البطاطا اللي قال عليها الاخ ما تتباع لا عند الكفار وعند اليهود. لكن عند، اقول لك يا اخي الحبيب، حتى تعلم ان البطاطا هذيك اللي ديتها هي اصح بطاطا عند الاوروبيين بترابها. شوف قداش يدير الكيلو شريكي، 2 أورو 79، وهذه دير 4 أورو للكيلو. ها شوف، شفت الجزائري شرك تهدر شاري بطاطا ب2000 فرنك، هذه تدير 60,000 الالمان بترابها، وجاي تقول ما يبيعوها لليهود الكفار. تم على بالك بشرك تاكل خلاص وتهدر. هاني على الشيطان صاحبي، هاني في المانيا راك تشوفها. شوف في عقر داري الالمان اكثر ناس ياكلوا البطاطا بالتراب، يعني راك ياكلوها هنا اقسم بالله العظيم غلي عندهم الدراهم اصحاب المليونير. هاك تشوف خويا، ها الفيديو باش تشوف باللي راني في المانيا تاع الصح. هيا شوف خويا، ها في اكبر سوبر ماركت في مدينه منستر كوفلاند، هذا ياتوه الا الناس اللي عندهم دراهم، لانه صراحه غالي. العادي السعر العادي تقريبا الليدل والالدي معروفين في اوروبا. ها خويا دليل يا شيخ، ها هذا هو السوبر ماركت المعروف في المانيا، الماركت كوفس، اسعاره غاليه لانه فقط عنده المواد الغذائيه الصحيه. فانا حبيت ان ارجوكم الاخوه اذا كان تستطيعوا توصلوا لهذا الفيديو. انا ما عرفتش لاني شفته هكذا، احد الاخوه معايا الاصدقاء اللي في الغرفه معايا في الصفحه تبع الفيسبوك هو اللي نزل لي هذا الفيديو، يعني حبيت توصلوه. سبحان الله، ثقافه حتى التغذيه ما عندناش. وعلى فكره ان شاء الله انا راح ازور بروفيسور متخصص في امراض القلب في الجامعه، مستشفى الجامعي بمدينتنا هنا، الاوني كلينيكا او الاو كي ام منستر، وراح نعطيكم اخبار بالاخص الشباب اللي راهم يموتوا بالسكته القلبيه في مدينه عين المان بالاخص، والشباب الكثير اللي ماتوا هناك يعني. فحبيت انا مش عارف لك راني مبان ولا مش مبان. المهم عموما البطاطا اللي راه ياكل فيها بالتراب راه عندنا تدير هنا 3 أورو، يعني 60,000 للكيلو، 60,000، يعني قسمة تشري دجاجة. علاش؟ لأنه اكتشفوا الألمان أن البطاطا هذه اللي فيها تراب كل ما يقعد عليها تراب كل ما تزيد تاخذ تغذية من الأرض، لأنه التراب هذاك غني بالفيتامينات، ولهذا مخليين التراب نتاعها باش ما تفقدش كما نقولوا حنايا ما تفقدش كيفاش يقولوا لها لا فريشير تاعها بالفرنسيه، قولها لي باللغه العربيه نسيتها، تبقى دائما محافظه على اناقتها نقولوها باللغه العربيه، او بالمشرق يقول لك تبقى طازه. هذاك الاخر يقول لك هو بطاطا وكفار ما باعوش، اي وراك تاكل بالذهب دادا ما على بالكش، بس الله غالب واش غادي تدير. ولا مانيش ندافع على الناس اللي راهم يبيعوا البطاطا بالتراب، لكن في عندنا انواع، لكن اللي بالتراب خصوصا اغلى بطاطا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الله يعاونكم.